الرئيس عمر البشير فعل ما يريد أن يفعله كثر من الدول من رؤساء وأمراء الدول العربية. أنا برأيي هذه الزيارة بحاجة تاخدها على المشرحة التحليلية وتشوفها بالشكل أبعد من الشكل وبالمضمون. وهون على عكس كل مرة، لا، الشكل مهم، وأحيانا الشكل هو في يشرح لك المضمون ويكون أعمق من المضمون. ومعروف بالقضاء بتقدم دعوة في القاضي يقول لك مرفوضة شكلا، أنت عم تقدمها على المطرح الغلط، بيرجع لك إياه. تخسر الدعوة من قبل ما تبلش لأنك في الشكل أخطأت. في الشكل أنا سجلت كمراقب، وأنا مش عم بحكي، ولو كنت عم بحكي من الشام وسائبت إني بالشام كان في يحكي لهم ذاتهم ببيروت. أنا لا عم بحكي معلومة ولا بدعي إني لا شفت ولا اتصلت بحدا من الوفد السوري اللي كان عم يستقبل. لكن ممكن تسجيل الملاحظات التالي. أولا، هذه أول رئيس عربي يأتي إلى سوريا من العام 2011، أول رئيس عربي. نعم. واللي حضرتك ذكرته بمقدمتك صحيح. وزير خارجية سلطنة عمان تحدث مع وزير خارجية سوريا وليد المعلم بقلب السلطنة، صحيح. وزير خارجية البحرين التقى مع وزير خارجية، صحيح. في عدد من الشخصيات الأساسية بالإمارات رجعت عم تحضر سفارتها، الكويت عم تحضر خطوطها وسفارتها، صحيح. مصر فتحت أكثر من حوار سياسي وعسكري وأمني سواء مع الجيش أو مع الدولة. اللواء علي مملوك بطل سر، التقى بمحمد بن سلمان برعاية سعودية بمرحلة من المراحل. لكن رئيس دولة عربية عم بسطر بيان بوكالة الأنباء السودانية ووكالة الأنباء السورية، هذا أول شخص. إذن هذا أول رئيس عربي بال 2011 قد دفاع. طبعا قال عن سوريا قد دفاع. هيدي بدها تصير انا برايي ابعد من الشكل، بدها تصير حد المضمون. اثنين، من مطار دمشق الدولي، وهون بتتذكر واحد صغير بيعرف حاله والناس بيعرفوه هلا، كان معتقد انه بده يرجع على بيروت من مطار دمشق الدولي. رئيس وقت اللي شلح جاكيت رئيس اكبر دوله عربيه، السودان اكبر مساحه دوله عربيه، موجود اليوم بمطار دمشق الدولي عم يستقبل دون أن يكون هناك قلق لا من صاروخ ولا من فتيشة ولا من فرائعة ولا من قناص، لأن الجيش العربي السوري طهر كامل المحيط. أيضا في الشكل، وهذا أنا كمراقب، أنا استوقفني الوفد، يعني معالي وزير خارجية وليد المعلم، معالي وزير شؤون الرئاسة منصور عزام، أختنا الدكتورة بثينة شعبان، خينا الدكتور فيصل المؤداد. هذا الوفد هو من وفد فيه وزير الاقتصاد والزراعة والصناعة والصحة، يعني هو من وفد تقني، هذا هو. لا صحيح، هذا ليس وفد تقني، هذا وفد إضافي إلى اللواء علي مملوك رئيس مكتب الأمن الوطني. هذا وفد سياسي رفيع بامتياز، يعني الهوية هي هوية سياسية بامتياز. إذن هذه منا زيارة صداقة، لأنه لو أنها زيارة صداقة فيكون السيد الرئيس وعائلته عم يستقبلوا الرئيس البشير. هذه منا زيارة عمل بالمعنى الاقتصادي، لأنه اليوم العلاقات الدواء الزراعة مفتوحة مع السودان وما قطعت، والسفرتين مفتوحين، وإلا كانوا موجودين وزراء التقنيين ورئيس الحكومة التقني. لا، هذه زيارة سياسية بامتياز. طيب تعال نحن وياك نغمق والمشاهدين أبعد من الشكل. كل الناس عم بيسألوا هل حملة رسالة من السعودية، لأنه اليوم للأسف العرب، مصر أنا بتمنى مصر تعود لدورها، لكن مصر اليوم أقل حضورا من المملكة العربية السعودية. هل حمل رسالة من السعودية؟ هل قيل إنه السعودية وقيل إنه تركيا وقطر، يعني هني حلفين ما هو غير متوازيين غير أنا متحدث. لا أقول لك ببساطة، أنا اتصلت في إحدى الوكالات الأنباء وسألتني، قلت لها بدك تنطري اللي بتسمعه صريخه بالأول بيكون مش هو اللي بعت، يعني مش هو اللي مرسل. أول واحد صرخ مين؟ الرئيس أردوغان، الرئيس تركي أردوغان. إذن ليس محور تركيا قطر، بالرغم أن وزير خارجية تركيا أوغلو كان صرح من الدوحة من يومين شو عم بيقول، نحن مستعدين نعترف بالرئيس الأسد إذا ما تم انتخابه من الشعب السوري. وهو بيعرف إذا الرئيس الأسد بده ينزل على الانتخابات وراح ينزل بده يربح. إذا تركيا ودى مرسال، القطري السيد الرئيس قال بلقائه الأخير أنه قطر بعثت مراسيل. واليوم أنا تقدير الشخصي أن البشير، والبشير شخصية ملتبسة بأي محور، لأنه هو بالأساس أخوان مسلمين، يعني جبهة الإنقاذ اللي هو يرأسها هي جزء كانت من منظومة الإخوان المسلمين، لكنه انشق، والسوريين صاروا بيستعملوا كلمة انشق بالمعنى السياسي، والتحق بالركب السعودي بالمشهد اليمني، واليوم علاقته بالسعودية ممتازة. وللعلم السعودية كانت أعطت لبنان هبة 3 مليار دولار أسلحة، رجعت حولتها لمين؟ للسودان. إذن أنا تقدير الشخصي أن الرئيس البشير جاء في إطار جو عربي، وعلى القليل في مباركة السعودية، تقديري الشخصي لسببين. السبب الأول الصريخ التركي،
وهذا دليل أنه لم يأتي بصفته القديم الإخوانجية كجبة إنقاذ. والأمر الثاني قناة العربية، يعني قناة العربية فتحتها أنا حاطة الطقس، بعد شوي الفوتبول، بعد شوي عم تشتم بقطر، بعد شوي عن تركيا، كأنه ساكن. في حدث بسوريا. بينما بسوريا كان إذا بيجي رئيس مثلا بيلاروسيا، رئيس وزراء بيلاروسيا أو أي، كانوا يفتحوا له الهواء وينبشوا له قبور ويا لطيف. هذا الصمت من هذه الأنظمة العربية هو صمت القبول، ونحن بتاريخنا العربي أنت بتعرف شو بيقولوا، الصمت علامة الرضا.